موجز لأهم الأنباء، حياكم الله متابعينا الكرام. قال المركز الإعلامي لغرفة عملية البنيان المرصوص إن قوات العملية تسيطر سيطرة تامة على بوابة 30 وتشتبك مع منتسبي تنظيم الدولة في المحطة البخارية. المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن غرفة العمليات أطلقت اسم معركة شهداء سدادة على تحركات القوات واشتباكاتها اليوم ضد منتسبي تنظيم الدولة، كما أطلقت اسم معركة الشهيد سوالم على العمليات الجارية على محور البغلة وطريق الجفرة. قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى مصرات المركزي أو مستشفى مصرات التعليمي عبد العزيز عيسى إن المستشفى استقبل 4 شهداء و20 جريحا حصيلة الشبكات اليوم الجمعة مع منتسبي تنظيم الدولة. يأتي هذا فيما أعلن المستشفى عن وصول 1400 كيلوغرام من المساعدات الطبية إلى مطار مصرات الدولي ظهر اليوم الجمعة مقدمة من دولة قطر إلى مستشفى المدينة. قتل 4 عناصر تابعين لميليشيات حفتر بينهم قائد ميداني، وأصيب 5 آخرون أثناء محاولاتهم التقدم في محور الجوارشة ببني غازي. ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لحفتر في تصريح صحفي له أكد مقتل القائد الميداني عمر حسن أبو بكر دقة من مدرسة الصاعقة والمظلات والمتطوع محمد منصور العريبي والمتطوع أحمد عامر المبروك عيسى والمتطوع سيف الإسلام صالح محمد، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محور الجوارشة بالقرب من مصنع الأنابيب. نفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أونا لونغيسكا أن يكون الحلف قد طلب من اليونان أو أي دولة أخرى إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران الليبي تمهيدا لعملية عسكرية قد يقوم بها في ليبيا. لونغيسكو وفي أكثر من تغريدة لها على حسابها على تويتر أكدت أن ما نشرته وكالة نوفوستي الروسية يفتقد إلى المسؤولية على حد قولها. نلتقي في نشرة الحصاد رفقة الزميل علي عبد الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.